رسميا الاتحاد الجزائري يعلن تمديد تعاقده مع الكابتن جمال بالماضي الى 2022 لما بعد كاس العالم بشكل مؤقت. يعني كمان هم بيقولوا ان هيتم التعاقد مع الكابتن جمال بالماضي الى ما بعد 2022 لان احنا متمسكين به. واكد رئيس الاتحاد الجزائري زاتشي ان احنا وصلنا خلاص لاتفاق رسمي مع الكابتن جمال بالماضي لما بعد كاس العالم، وبرضه هنقدم له عرض لما بعد كاس العالم. جوه الحلقة طبعا هقول لك عن كل الاخبار اللي اتعلقت واتكلمت في الموضوع ده، وليه ان الاتحاد الجزائري متمسك بالكابتن جمال بالماضي، وليه هيبقى الجمهور الجزائري فرحان بتمديد تعاقد الكابتن جمال بالماضي، وان كانوا بيطالبوا كمان بعقد طويل الامد للكابتن جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري. معكم عصام السرساوي، لو اول مرة تتفرج عليا شرفني طبعا انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو جديد او قديم اخبط اللايك، اللايك كتير بيخلي الحلقة تنتشر. وقبل ده كله نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا بقى نتكلم عن الكابتن جمال بالماضي وفرحة تجديد الكابتن وتمديد عقد الكابتن جمال بالماضي لما بعد كاس العالم 2022. يلا بينا. طبعا في البداية اعلن الاتحاد الجزائري بشكل رسمي ان خلاص احنا مددنا التعاقد بتاعنا مع الكابتن جمال بالماضي، واكد رئيس الاتحاد الجزائري زاتشي قال ان الكابتن جمال بالماضي قدم لنا يعني حاجات كتيرة في الفترة اللي فاتت، ونقل المنتخب الجزائري من مكان لمكان، وكفاية بطولة افريقيا اللي هو اخدها لنا في مصر، مع اننا كنا داخلين البطولة محدش كان مرشح الجزائر بصفة اولى ولا بصفة تانية. وقال كمان ان الكابتن جمال بالماضي حتى في التصفيات وفي المباريات الودية كان شكل تاني للمنتخب الجزائري، فكان لازم نتمسك بالكابتن جمال بالماضي لكل اللي بيقدمه مع المنتخب الجزائري، وده مبدئيا لحد 2022 جددنا التعاقد معاه ومددنا التعاقد معاه، لكن احنا بنطمح ان يكون في عقد طويل الامد مع الكابتن جمال بالماضي. طبعا الخبر ده اسعدني واسعد كل يعني المحبين للمنتخب الجزائري واسعد كل الشعب الجزائري. الكابتن جمال بالماضي مش افضل مدرب في افريقيا بس، ده من افضل 10 مدربين في العالم في الفترة من 2019 ل 2020. الكابتن جمال بالماضي اي فرقة او اي منتخب بيتمنى ان الكابتن جمال بالماضي يمضي معاه وانه يقود القيادة الفنية لاي فريق او منتخب. لو هنتكلم عن الكابتن جمال بالماضي فخلونا يعني نتساءل، الكابتن جمال بالماضي هل هو فعلا يستحق ولا يستحق ان هو يتولى القيادة الفنية لمنتخب الجزائر فترة طويلة الامد؟ هذا اللي حصل مع الكابتن جمال بالماضي والمنتخب الجزائري ده حصل من قبيل الصدفة والحظ، ولا لا ده شغل وعمل وجهد وكمان فكر مدرب كبير؟ طبعا الكابتن جمال بالماضي لو هنتساءل كمان ان المنتخب الجزائري كان قبله عامل ازاي وفي الفترة بتاعته عامل ازاي، هنرد على سؤال سؤال. يعني الكابتن جمال بالماضي كل اللي عمله مع المنتخب الجزائري وخد بطولة افريقيا وكان مش مرشح قبل البطولة على الاقل في التلاتة ان هو ياخد البطولة، بس الكابتن جمال بالماضي جه حول المنتخب الجزائري تحس ان معاه عصا سحرية. الكابتن جمال بالماضي لا، اللي حصل معاه ده كله مش حظ ولا من قبيل الصدفة، مش حظ انه ياخد بطولة افريقيا، وحتى لو قلت حظ انه ياخد بطولة افريقيا وارد والكلام ده والناس اللي كانت بتنادي بالكلام ده، فما اللي حصل بعد بطولة افريقيا يؤكد ان الكابتن جمال بالماضي واللي عمله والطفرة اللي عملها مع المنتخب الجزائري مش من قبيل الصدفة خالص. ده مدرب صاحب فكر، ده مدرب عنده شخصية، ده مدرب عنده حاجة يقدمها للمنتخب الجزائري. طبعا ده مش من قبيل الحظ، يعني الاستمرار انك في التصفيات، انك في الماتشات الودية اللي بتتلعب، انك بتبين معدن المدرب الكابتن جمال بالماضي انه كل اللي حصل في افريقيا ده في بطولة افريقيا في مصر 2019 مش من قبيل الصدفة ابدا، لا ده بتكتيك التخطيط وشغل وفكر مدرب. الكابتن جمال بالماضي من زي ما قلت لك افضل مدرب في افريقيا في سنة 2019 و 2020. الكابتن جمال بالماضي بقاله سنتين ثابت، مستوى ثابت، ومنتخب الجزائر مستوى ثابت،
مع المنتخب الجزائري في قيادته للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري معاه يعني تخطى ابعد الحدود بالماتشات الوديه اللي لعبها حتى مع كولومبيا ومع المكسيك ومع نيجيريا والمباريات الرسميه. لا كابتن جمال بالماضي مش من قبيل الصدفه ولا هي طفره، لا ده فكر مدرب، واللي حصل ده حصل بتخطيط وحصل بدعم من الاتحاد الجزائري. بس يرجع الفضل طبعا بعد ربنا، ثم الكابتن جمال بالماضي بعد ربنا هو اللي خلى المنتخب الجزائري بقى رقم واحد في افريقيا وبقى بيخوف اي منتخب بيلعبه. نيجي بقى للنقطة التانية، النقطة اللي بتقول ان الكابتن جمال بالماضي شوفوا عمل ايه عشان الاتحاد الجزائري يتمسك بيه التمسك ده، وان هو عايز يعمل له عقد طويل الامد. الكابتن جمال بالماضي قبله منتخب الجزائر كان عامل ازاي، وبعده منتخب الجزائر لحد النهاردة عامل ازاي. قبل الكابتن جمال بالماضي منتخب الجزائر كان متخبط، مع ان نفس الاسامي كانت موجودة، رياض محرز كان موجود، بغداد بنجاح طبعا، البلايلي كان موجود، كل بن ناصر، كل الاسامي دي كانت موجودة. بس المدرب هو اللي بيفرق. اللي يقولك المدرب ما بيفرقش، لا المدرب بيفرق، مش الاسامي اللي بتفرق. في مدرب يعرف يوظف الاسامي دي وفي مدرب ما يعرفش يوظف الاسامي دي. قبل الكابتن جمال بالماضي كانت نفس الاسامي، بس المنتخب الجزائري كان في تخبط، المنتخب الجزائري ما كانش بيقدم افضل مستوياته، اللعيبة ما كانش بيطلع منها افضل مستوياتها، الجرينتا ما كانتش موجودة زي ما موجودة، وفكر الكابتن جمال بالماضي يعني أثر كتير. فلا الجزائر اختلفت كليا 180 درجة قبل كابتن جمال بالماضي وبعد كابتن جمال بالماضي. كابتن جمال بالماضي جه مسك منتخب مهلهل، منتخب ما عندوش روح، منتخب ما عندوش طموح، منتخب يعني متخبط، يعني اسامي كبيرة بس ما بتأديش. كنا بنستغرب ازاي الاسامي دي ما بتأديش مع المنتخب الجزائري وهي بتأدي مع فرقها في كل حتة في العالم. جيت كابتن جمال بالماضي بشوية انضباط، بشوية روح، بشوية عزيمة، بشوية اصرار، دبها في روح فرقته ولعبته، خلاهم يأكلوا الاخضر واليابس. كابتن جمال بالماضي واي مدرب هو اللي بيتحكم، المدرب هو اللي بيبني الفريق وهو اللي بيشكل انضباط الفريق وخطته وطموحه. طبعا جه خد بطولة افريقيا وهو سئل قبل بطولة افريقيا قال لهم انا رايح اخد بطولة افريقيا، ده فكر مدرب، ده اسلوب مدرب، انا رايح اخد بطولة افريقيا، انا مش رايح انافس عليها، انا رايح اخدها، وخدها فعلا. بعد بطولة افريقيا بان معدن واستمرارية الكابتن جمال بالماضي. الكابتن جمال بالماضي اللي استمر حتى بعد بطولة افريقيا، والناس كانوا لها كانت بتقول يا عم ده حظ وهيبان في المواعيد القادمة، لا استكمل مشواره بنجاح، استكمل ارادته، استكمل فكره، استكمل الجرينتا بتاعته مع لعبته، واثر فيهم معنويا ونفسيا قبل ما يأثر فيهم فنيا. وحتى فنيا الكابتن جمال بالماضي لا تحدث ولا حرج. الكابتن جمال بالماضي زي ما قلت لك من افضل 10 مدربين في خلال السنتين اللي فاتوا على مستوى العالم. الكابتن جمال بالماضي لازم يعني الاتحاد الجزائري يمدد تعاقده معاه يعني عقد طويل الامد، لانه دلوقتي كابتن جمال بالماضي بيطبق فكر. حتى في كاس العالم بيقولك انا رايح كاس العالم عشان انافس على كاس العالم، مش رايح كاس العالم عشان اقدي يعني لعب مشرف كده وتأدية شرفية والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ده كله بيتحول للعبته. كابتن جمال بالماضي قبله الجزائري في حتة وبعده المنتخب الجزائري في حتة. بجد يعني انا عايز كل جزائري يفخر ان عنده مدرب بقيمه الكابتن. انا نفسي يجي لنا مدرب بقيمه الكابتن جمال بالماضي وبعزيمه الكابتن جمال بالماضي وبفكر الكابتن جمال بالماضي. فهنيئا للمنتخب الجزائري تجديد التعاقد مع الكابتن جمال بالماضي، ويستحق الكابتن جمال بالماضي انه ياخد عقد طويل الامد مع المنتخب الجزائري بالانجازات اللي صنعها، انك تلاعب فرق وتقارع فرق كبيره في ماتشات وديه وما تطلبش غير انك تلاعب فرق قويه. فده فكر مدرب، انا جاي اثبت نفسي، انا مش خايف، مش هروح العب الفرق الضعيفه واكسبها واقول ان انا مدرب جامد وانا اللي هنا وانا اللي هناك، لا كابتن جمال الماضي الاعب الفرق القويه عشان فرقتي ومنتخبي يحتكوا احتكاك قوي. قول لنا رايك في الكومنتات على تجديد تعاقد الكابتن جمال بالماضي، وهنيئا للشعب الجزائري ودمتم في امان الله. سلام.